الفترة اللي فاتت بدأت أصدق في نظرية المؤامرة، معرفش ليه. من 10 أيام كده الكلاب هاوس الابليكيشن كنا بندخله وندخل ونسمع الناس ومش عارف ايه كده، فجأة عمل ابديت الابليكيشن اتغير تماما. انت مش لاقي الناس اللي كانوا صحابك، مش لاقي اي حد تعرفه، عايز تشوف ايه الروم المفتوحة مش عارف، عايز تفتح انت شخصيا روم عشان تتكلم وتقول اي مزبلة مش لاقي حد. فخلصنا القصة ديت، وانت عارفين انا مخابرات، انا بربط الاحداث، فحاولت افتح كذا مرة روم وكده، محتاج واسطة مثلا حد خبير تكنولوجي في وكالة ناس عشان يسندك في الموضوع ده. بعد كده نفاجأ بقى ان عم علوان عايز يعمل رسوم $3 تقريبا في الشهر على المواطنين الشرفاء اللي بيطلعوا يهددوا الهبد من اي البنيلة دوت. فانت لو قريت اللي هم بيكتبوه، انما هيصعبوا عليك، انت ممكن تتبرع لكل واحد فيهم $3 علشان ايه؟ يفرخوا الطاقة المهلبية اللي عندهم ديت. مفيش، المواطنين كلهم في البليلة، 90% من التويتات احنا بنرزع في اي حاجة، مفيش حد موجود. فانا بدأت اربط الاحداث ببعضها كده، فلقيت ان هو ممكن يكون ده تسلسل طبيعي. يعني هم ادونا الفاكسين، بعد كده قعدوا يسمعونا بتاع 15-20 سنة، لقوا كلام مزبلة التاريخ، او عرفوا الاسرار الفظيعة اللي عندنا اللي احنا كنا مخبينها على البشرية، وعملوا استنتاجات واحصائيات وكده وخلاص. وهيبتدوا بقى الابليكيشنز التانية يبتدوا برضو هم كمان يفرضوا رسوم علينا وكده، عشان اللي عايز يتكلم وكده. يعني ممكن تلاقي بكرة مثلا الفيسبوك يقول لك هات 50 جنيه وسجارة فارت وانا ادي لك تكتب هناك، الانستجرام مثلا هيديني ازازتين زيت وحله محشي. يعني هيبقى في تفاوض بعد كده، ويبتدي الموضوع يقفل بالتدريج بالتدريج، لحد مثلا يبقى في 8 بيتكلموا في العالم والباقي كله ما بيسمعش، واحنا كلنا بقى نرجع للعصر بقى اللي هو بتاع 0 7000 5000 والمزبله دي. وبعد كده يدخلونا في مراحل المراسله وبرنامج حياتي والسيده سين صاد عين لام وكده، تحكي قصتها واحنا نقعد نسمع يوم الجمعة الساعة 5. فهنمر بمراحل مختلفة كتير الفترة الجاية. واعتقد كمان هم عشان درسونا في ال20 سنة اللي فاتوا، لقونا كلنا بروتات ما شاء الله. يعني اللي عجبوا ابليكيشن قعد وبارك فيه، اللي عجبوا الفيسبوك قعد وبارك فيه، اللي عجبوا تويتر نادرا ما تلاقي حد مثلا نقل من ابليكيشن لكنه بيغير دينه مثلا، او اللي رايح مثلا من الاهلي الترسانة مثلا. فالموضوع بقى فيه يعني دراسة، وعرفوا ان احنا مش هنتحرك نروح في حتة. لكن هو الوان، يعني هو بصراحة الابليكيشن كان قبل الوان كان سكر والله، كنا بنفتحه الفجر ونقفله الفجر، اللي هو يعني نبطشيات كلنا. من ساعة ما دخل بقى برجله الشمال علينا كده بالزهم اللي عملها ديت، وقال لك بقى احنا نغير بقى صورة العصفورة ونغير الاسم وجيف الهيفة وتصدر وعاش في الوهم ده كله، واحنا ايامنا كارب. فانت كمان عايز تدفع الناس فلوس، فلا الناس برضو اللي شغاله معاه لازم تبقوا في ذكاء، اشغلوه باي حاجه ما تسيبوهوش فاضي. دوت عامل زي الست اللي بتساب لوحدها بتبتدي دماغها تشتغل بقى، فهيقعد يفرك، هتقوله سلم وتعبان، هتقوله البتاع اللي هي كره السرعه دي يفضل ينفط فيها كده لحد ما يقع يسرق في الارض، اعملوا له زهار، هتقوله كليه بطه شمال، اي حاجه يعني، شوفوا حل. لان دوت بص ده مش هيقضي على تويتر بقى، ده هيقضي على السوشيال ميديا في كوكب الارض. انتوا رجعتوني اعمل فيديوهات تاني وانا كنت بطلت خلاص. وحسبي الله ونعم الوكيل، ومع السلامه يا حبايبي.